هادي كيبقى يلصقوا لينا في هاد العوينات، ملي كتجي تنظفي كتبقاي تزولي ليه بحال هكا، المهم كيعذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا أحلى متتبعين، الناس العزيزة عليا واللي عطيهم لي ربي بحال نقطة ديال العسل على قلبي. كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد في يوم جديد وكذلك حية جديدة. عرفتوا هذا شنا هو؟ أكيد كلكم عرفتوه، هذا رفلي والبنات. تبارك الله ما شاء الله كينوض بوحدو من عند صيد ربي. والله البنات شوفوا هما الوليدات عاد جايين، شوفوا شحال كينوض عندي هنايا بوحدو، فين ما كتصب الشتيوة وخا صبات غير شي شويه. شوف تبارك الله ملي كنحركو هكا، الله يا ربي ريحت فليو عاطيه. ها كيبقى حتى كيبس تيبس يعني مع الشمس، وملي كتجي عاوتاني العام كل عام مره في العام كينوض هكا بوحدو. دايما عندي فليو بحال هكا، كيعجبني هكا نقطعو نغسلو نديرو مع كاس ديال الحليب سخون، يا سلام. المهم ما نطولش عليكم اكثر، يا ريت يا ريت ما تحرمونيش كما ما كنحرمكم من حتى شي حيه. اليوم عندكم واحد الحيه زوينه بزاف، انا متاكده غادي تعجبكم. ما تحرمونيش من لايكاتكم من البارطاج من الكلمه الطيبه، وشكرا لكم يا صحاب القلوب الطيبه. ما نطولش عليكم اكثر ونمشي نتعرفوا على هذه الحيه، وكنتمنى لكم بالطبع فرجه ممتعه. ومدعو على بركة الله، نقولوا بسم الله. أول حاجة بغيت نسولكم كلكم، خليوا لي في التعليق كلكم قولوا لي الزيت اللي كتشيط عليكم بعد القلي، هذيك اللي كتكون محروقة وصافي غادي نرميوها، كيفاش كديروا تخلصوا منها؟ أنا غنقول لكم جوج ديال الطرق اللي زوينين بزاف. اولا اما حيت كاينه الاغلبيه، غنقول لك عندك تكوني كتجيبي هاد المقله هادي وعزكم الله كتجيو لحوض الكوزينه وكتكبوه هنايا. هاد القضيه هادي راه عرفتم عندك الزيت فيها اللي دام، ما نقولش لكم شنو غيطرى لكم هنايا لداخل، غيبقى دائما عندكم الريحه ودائما داكشي مع خصوصا كيجماد وديك الدهون كتولي هنا، راه كتولي بسرعه كتديك الدهون تتشد اي حاجه دازت هكا في الطريق كتشدها، وبالتالي كتخنق لكم هاد القضيه هادي هاد المجرى. لهذا مع عمركم تبقاو تخلصوا، حيت كاين اللي كتكبها تما في الحوض وتغسلها تمتم. لا عندكم جوج طرق، اما كتاخذي القرعه اللي غادي ترميها لعساكم الله في لابوبيل، لان حتى هذا المشكل بحال دابا الناس اللي ساكنين في العماره اللي ساكنين في المهم الناس اللي كيكون عندهم سطل ديال المهملات اعزكم الله اللي كيرميو فيه الزبل، لا يعقل انك غتهزي هذا غادي تكبي فيه، والا السطل كله من الداخل غادي تيدم وغتولي عاوتاني خصك تغسليه، يعني شي حاجه اللي مفروغ منها. جوج طرق اللي غادي تخلصوا منهم بلا روينه بلا ليدام بلا ما تخسروا لافابو، هو انكم كتاخذوا اما قرعه بحال هذه كدير واحد الدواس وكتخلصوا من ديك الزويته المحروقه هنايا، صافي كتسدوه هكا حتى لا رميتيه في السطل ديال اعزكم الله ديال الزبل، ما كيتحلش ما كيتمرج لكمش السطل. ما بغيتيش ديريه في القرعه، كتاخدي واحد الطريف ديال الالومنيوم اللي هكا انا شبكته هكا على شكل زلافه اولا باش يشد ليا الزيت، عرفتوا؟ هذا هنا غادي نقول لكم حتى واحد الحاجه، يعني دائما كنحاول ندخل لكم فكره في فكره، هذا ماشي كنجبدو انا جديد باش نتخلص من الزيت نديرو فيه. كتلاحظوه معايا من داخل اعزكم الله موسخ، عندكم جوج حالات، اما هذاك اللي كيكونوا الناس اللي كيفرشوه على البوطه نهار اللي كتبغي تزوليه، كنطوي انا هذاك الجهه الموسخه هي اللي كنطويها على الداخل وكنخلي الجهه نقيه من برا، الا كان مثلا باقي فيه ما يدار ماشي توسخ بزاف، ونهار اللي كنديرهم في واحد العلبه ونهار اللي كنبغيه كنجبدوا لهذا الغرض هذا، اولا اللي كنكونوا كنغطيو به شي حاجه شي لاطه درناها في الفران، اولا واخا كتكوني دايره بابي كويسون اكيد كيتوسخ. هذاك انا ما كنرميهش ثاني حدا الفران، كنطويهم وكنلمهم، ها هو راه كان عندي هذا مغطيه به في الفران، كنجي انا بكل سهوله كنتخلص من ديك الزويته بحال هكا بهذا الالومنيوم اللي كتسديه كيحكم عليه السدان. تعرفوا الالومنيوم الا تسد يستحيل انه يرجع يتحل بحال هكا، وصافي من تنبرك عليه مزيان ها هو تسد ما غيتحلش، وتترميه في السطل اعزكم الله. هذه يستحيل ديري ليها الشتبه، اي مطبخ فيه ورق المطبخ دابا ولا موجود تبارك الله في كل مطبخ، كناخذها كندير ديك المسحه الاولى بحال هكا، كنحيدوا داك الطحين وداك الحراق وداك الحوت ولا كان هذا، صافي وكنزولوا هذاك حتى هو كنديروه مع هذا الرميه، وهكا عاد كتولي الا كانت مويه سخونه ولا الشتبه راه كتنظف عندنا المقله بكل سهوله. اذا هذه هي الطريقه اللي بغيت نقول لكم غير كيفاش كتخلصوا من هذا الزيت ديال المقله، خليوا لي رايكم في التعليق غيفرحني ويشرفني الجواب ديالكم، ونمشي ان شاء الله بحول الله المعلومه الثانيه. والفكره المواليه اللي جيت نقسمها معكم وهو فيما يخص الحوض، كل اي حوض فيه هاد الصفايه هذه في حقها ماشي ديالو، ها هي ديالو ولكن انا حيدتها وشريت هذه
يعني هذه نقدر نقولها لكم هكا بالزربه، حيت هذه كومي ملي كتكوني ملي كتبغي الماء يحبس كتدخليها لداخل، ملي كتبغي دوزي الماء كتنفسيها شي شويه طلعيها هنا، ولكن هكاك هكاك كدوزي اعزكم الله دوك البقايا ديال لك ضروري كطيح لينا من الماكله هنايا، وهي هي يعني بحال ما كتشد ليا والو، كنلقى هذا تخنق ليا، لهذا حيدتها وشريت هذه. هيا شوفوا كيفاش جات لاصقه، ما تدوز اعزكم الله لا بقايا لا زبل لا حتى شي حاجه، كدوز غير الماء صيك. المهم هذه عمليه جاتني على هذه، ومهم خليوا لي رايكم. هنايا خديت جيكس ياك، هاد القضيه اختي اش غادي ديروها؟ غادي تلبسوا لهاد الصفايه بحال هكا جيكس، واحد المورسو غير واحد المورسو صغيور، وكنجيو هنا وكنحطوها هكا وكنضغطوا ياك، الماء راه غيدوز غيدوز، يستحيل الجيكس غادي يدوز يحبس لينا الماء، الماء غيدوز غيدوز. وهذا شنو هو الدور ديالو؟ هذا هو اللي غيلقط لينا النهار اللي كنكونوا نقيو الحوت، ونهار اللي كنكونوا نقيو الدجاج اولا التقليه اولا شي حاجه اللي كتعرفوا كتلصق لينا في المجرى وكتعذبنا في التنقيه ديالها، بحال دابا غير الدجاج، الدجاج هذاك الزلال وداك كنقول له انا الريوك وديك الماده اللزيجه وداك الشيء اللي ديك الشحمه وداك الشيء، واخا ما نكونوش دايرين هاد الجيك صغير هادي كيبقى يلصقوا لينا في هاد العوينات، ملي كتجي تنظفي كتبقى يتزول ليه بحال هكا، المهم كيعذب هكا غادي تهناي الماء هو كيدوز، وداك الشحمه وداك الخيوط داك ديك الماده اللزيجه وداك الشيء كتلصق هنا كيشدها الجيكس ما كيطلقهاش، ملي كتسالي كاع صافي ساليتي غسيل الدجاج كتجي بكل سهوله كتزولي هذاك الصفاي وهذا الطرف اللي تجمع لك فيه ديك الشحمه وداك الشيء وداك الشيء، اولا قشر الحوت اولا كتخلصي منه كترميه، وهكا كتبقى عندك هذه نقيه وهذه نقيه، ما تعذبي ما حتى حاجه، ديك الساعه كيبقى لك غير الحوض ضربي له واحد الحكه بجافيل وهذا كيرجع هكا تيشعل وكتحيد الريحه. كنتمنى ان هاد الافكار تكون تدفي. شوفوا قول لي على سلامتك شريتي لي كات، ولكن واخا كنشريهم راه اغلبيه كيبقاو غير في البواطه اللي كنحتفظ بهادشي، نسقلي تنساهم اصلا، نهار اللي كنبغي نحك مثلا شي حاجه كنساهم لانني ما مولفاهمش وما كنعرفش ليهم. ايوا شريتهم على الله وعسى ندير النفس نتوما في الحقيقه اللي شجعتوني، بزاف الاخوات كيقولوا لي ديري لي كات كيسي على يديك، شكرا للاهتمام ديالكم، شكرا للخوف ديالكم عليا، الله يحفظكم ليا، وتا انا ما رديتش وجهكم اول ما مشيت شفتهم وانا نتفكركم وانا ناخذهم ها هما باقي والله ما حليتهم، صافي ان شاء الله غادي نبقى نستعملهم، شكرا ليكم ونمشيو ان شاء الله بحول الله للمعلومه المواليه. هنا البنات غنجي معكم لهاد الفكره هذه، واللي غادي تفيد بزاف ديال السيدات، كل ربه بيت كتحير في الطبايع اللي تيكونوا صعاب في الملابس وكتقول لك الماكينه راه هي ما خليت ما درت ليها، جربت جميع المساحيق بدلتهم ما كتخرجليش الطبايع، راه شوفوا الماكينه راه كنظن انا المهم خلاصه القول فين ما تبغي ديري الحوايج ديالك في لاماشين وبانت ليك شي طبعه، يعني هي الحوايج اللي كيكونوا فيهم غير اعزكم الله العراق واللي وسخ خفيف ولا هذا كتخرجهم، الا كانت شي طبعه اللي شاده في الثوب راه يستحيل تخرجها لك الماكينه، لهذا من الافضل شنو بقيت تاخدي مثلا شي مثلا صوفيطمه اولا قميجه ولا سروال فيه شي طبعه ديال الوليدات، نفركو هكا قبل ما ندخلو لاماشين هكا بصابون الحجره، وعندخلها لاماشين تكمل الصابون ديالها. غنعطيكم الحلول لشي بقع اللي كتكون صعيبه غنقولهم لكم على السريع، الطبعه اللي كتكون في الثوب اولا في شي حاجه في الملابس ديال الزيت ديري ليها الدقيق، الطبعه اللي كتكون ديال الصدى عليك بالملح والحامض، الطبعه ديال لاكريس عليك بالزبده، والطبعه ديال المداد عليك بالريحه اي ريحه اللي فيها لانكول اولا اللي فيها الكول اولا المعجون ديال الاسنان، هذاك الطبعه ديال الخرقوم غنقول لك صبنيها عادي ونشريها في الشمس والشميشه غادي تكلف، الطبعه اللي كتكون ديال الدم كتحيدها الصابون البلدي، فركيها بصابون البلدي تخرج هكا كتشعل، كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا، اللي عنده شي طبعه تخليها عليا في التعاليق وان شاء الله نلقاو الحل الجميع. وبهكذا يا الناس العزيزه الفيديو ديالنا هنا غيسالي، اللي كيقد ديما ما كنسخاش بكم وغنضطر نقول لكم مع السلامه، ولكن قبل ما تمشيو خليو لي لايكاتكم الاعجاب ديالكم التعاليق ديالكم، خليو لي اللي حبيتو، دائما كنقول لكم اللي جا من عندكم سمن عسل، احلى واطيب متتبعين، دمتم في امان الله ومع الف سلامه.